عم انت هتقعد تقول لي اهدى ونفكر. الموضوع ده علي ملوش غير حل واحد، هنجيب ناس هنقلب الدنيا عليهم وانا اخد حقي وحقك وحق ابوك بالمره. يا بني ادم افهم، الموضوع مش خناقه في حاره، الناس دي مش بقيت تكون قتلت ابوك. يا عم علي، يا عم علي، ده انت بتاع المحاماه والادله، الراجل مات موتة ربنا، قلبه وقف، وبعدين الناس دي لو خطره قوي كده ما كانوا تاخروا صاصتين وخلاص، ايه لازمه الحكايه اللي احنا فيها دي كلها؟ ممكن، بس دلوقتي لازم نوصل للحاجه اللي ابوك شايلها. وهنوصل لها ازاي بقى دي كمان؟ انا حاسس ان احنا بندور غلط، بادئين اصلا غلط. السر مع حبيبه. ما حبيبه ماتت الله يرحمها، نبدا نربطها. عايز اوريك. هات شاي ونار. تمام. وزيت ميه. تمام يا باشا. انا عارف حسين ان حبيبه ماتت، بس مين اللي كان معاها قبل ما تموت؟ كانت بتفكر في ايه؟ يا سلام لو جبنا محضر القضيه وعنوانها موجود في كل حته. بس مش ده اللي شاغلني. اللي شاغلني اللي ورا حبيبه، اللي قتلوها ولبسوا صفوه القضيه. اكيد عارفين احنا بنفكر في ايه، واكيد عارفين ابوك كمان قال لنا قبل ما يموت كده. اي حاجه هنوصل لها يوصلوا لها معانا. بالظبط بالظبط. فالموضوع مش فتحة صدر. ايه لا يا عم، انا بقى معلمنيش كده، انا طول ما انا معايا الحق ما اخافش. وبعدين انت يا جدع، انت محامي، محامي يعني بتجيب حق الناس. انا مش محامي يا حسين، لسه ما بقتش محامي. وبعدين نجيب حق الناس ونضيع حقنا؟ يا ابني انت عندك مستقبل وعربيه نفسك تكبرها وعندك امك، وانا عندي امي واخواتي دلوقتي في رقبتي. والمنحه يا حسين مش عايزه تروح عليا. طبعا اتفضل. لا حبيبي، عودتك انا ومشيت معاك وجبنا الحاجه ورجعناها للناس، هيسيبونا نعيش؟ يبقى ملهاش غير فتحه الصدر. روق بقى معايا وفوق كده بدماغك الحلوه دي وقول لي هنعمل ايه. اشترك في باقات واتش الشهريه من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنويه من 149 جنيه و99 قرش.